بتاريخ 28 من شهر أكتوبر من العام 2021 انعقد بمقر النيابة العامة اجتماع تنسيقي بين النيابة العامة والشرطة القضائية والدرك الملكي، حيث ترأس السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات السيد المختار العيادي، إلى جانب نائبه الأول الأستاذ خالد المتوكل بمقر النيابة العامة، اجتماعا تنسيقيا بين النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لمدينة الخميسات والقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات. تمحور هذا الاجتماع حول تنزيل التوصيات الصادرة في الاجتماعيين والتنسيقيين المتعاقدين بين رئاسة النيابة العامة وكل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بتاريخ 11 و 12 يونيو 2021، حيث تم التذكير بمضامين هذه التوصيات ومخرجات الورشات المترتبة عنها، كما تم حث الحاضرين على ضرورة التقيد بها وتنزيلها على أرض الواقع. كما تم من خلال هذا الاجتماع استحضار بعض الإشكالات المرتبطة بالتدبير اليومي والأبحاث القضائية وسبل الرفع من جودتها والارتقاء بها، بما يساهم في تكريس ثقة المواطن في أجهزة العدالة الجنائية. ريبورتاج كريم العمري، صوت العدالة، الخميسات. المراقبة